خلينا قبل ما نتكلم على ماتش الكاميرون اقف مع حضراتكم وقفه عشان نتفق قبل نتيجه المباراه، لانه وارد جدا الموجه اللي حاصله او النغمه اللي سايده تتغير لا قدر الله نتيجه الماتش او اداء المنتخب ما كانش على المستوى المأمول لا قدر الله. خلينا نتفق انه مكاسب المنتخب في البطوله دي كبيره جدا على كل المستويات. واحد، استعاده الثقه. اثنين، عوده الروح. ثلاثة، ارتفاع سقف طموحات الجماهير بشكل كبير جدا وإيماننا بأنه منتخبنا الوطني بقى واحد من أفضل منتخبات القارة وعنده قدرة على يعني التعامل مع أكبر الأسماء. خدوا بالكم أنا بكلم حضراتكم على منتخب هو صاحب أصعب مشوار في البطولة، يعني من كل الفرق اللي وصلت قبل النهائي، كاميرون كانت، سنغال، بوركينا فاسو، محدش لعب ولا حد واجه ولا حد قطع المشوار اللي عمله المنتخب الوطني. انت قابلت اتنين من اجمد واقوى منتخبات القاره في طريقك للوصول قبل النهائي، وعشان توصل للقب قدامك اتنين من اكبر واقوى منتخبات القاره عشان تحقق اللقب. اذا كان اللي حصل ده مش مجرد طفره، مش مجرد حاله استثنائيه، انا بيتهيألي ان المنتخب كسب كتير جدا وعنده قدره أو ارتفعت أسهمه بشكل كبير جدا في مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم. قبل ما نروح إن شاء الله بإذن الله نلعب مع السنغال أو بوركينا فاسو بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله في نهائي البطولة. اللي يشوف ده واحد، اتنين، اللي يشوف بداية انطلاقة المنتخب الوطني في البطولة قدام نيجيريا، فاكرين؟ وصولا للمستوى وكيرف الأداء قدام كوت ديفوار هو نفسه الفرق تقريبا بين مباراه في الدرجه الثالثه ومباراه في تشامبيونز ليج. يعني الفريق اللي جه او اللي ما جاش في ماتش نيجيريا وظهر بالشكل ده قدام كوت ديفوار ومن بعدها المغرب بيقول انه فريق كبير جدا. ومحدش يقول لي كيروش. اه طبعا يحسب ليه، يعني انا ما بنكرش دور الراجل وانه طبعا لازم يكون ليه فضل، ما هو برده في النهايه مدير فني. لكن اقصد اقول انه مش كل الموضوع كيروش. لا، في حالة انتفاضة، في حالة إدراك للمسؤولية، في حالة تقدير لحالة الغضب اللي كانت والانتقادات الشديدة اللي توجهت للمنتخب والنجوم المنتخب من قبل النقاد والمحللين والإعلام الرياضي بشكل عام والجمهور أيضا اللي صوته كان واصل بشكل كبير وما كانش راضي تماما عن منتخب مصر. وده عمل حالة ثورة، عمل حالة غليان، عمل حالة فوقان ظهرت بشكل كبير جدا في حالة تركيز وحالة انضباط وحالة تصميم وحالة إرادة صنعوا الفارق في الماتشين دول. مهم جدا نحافظ على ده بصرف النظر عن، أنا ما بكلمش عن النتيجة، أنا ما بقولش إنكم لازم تكسبوا الكاميرون وما بقولش إنكم لازم ترجعوا ببطولة، أنا بس عايز الحالة دي تستمر.
وخصوصا كمان انك بتعمل ده في ظل ظروف صعبه جدا. يعني انت كل ماتش من اول بطوله غايب عنك عمود اساسي من اعمده المنتخب. فاول ماتش فقدت اكرم توفيق، جه دخل عمر كمال عمل بطوله 10 على 10 مكسب. ده دي واحده بقى من المكاسب على مستوى العناصر.